حضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا كلنا مركزين في السوبر المصري واتكلمنا عنه كويس قوي، الاهلي مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز والفايز بيلعب الفايز، لكن عندنا كمان البطوله الافريقيه ومجموعتنا اللي فيها ايرلاندو بيرتس الجنوب افريقي وشباب بلوزداد الجزائري واستاد ابيجان الافواري. دي اول مره ان لم تخن الذاكره الاهلي يلاقي هذا الفريق. لعبنا يعني كتير جدا اسك، ولعبنا افريكا سبور، ولعبنا عدد من الانديه، لكن اول مره استاد ابيجان. ايه قصه استاد ابيجان؟ تعالوا نروح لواحد من اساطير كره القدم في افريقيا، واحد من اهم النجوم الحقيقه اللي موجودين في افريقيا واللي لعبوا كره القدم، ودلوقتي هو المدير الرياضي لنادي استاد ابيجان، النجم الجنوب النجم الافواري الشهير جويل تيهي. جويل بونسوار، ازيك؟ كومون تاليفو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا الصوت واطي قوي يا جماعه، علوا لي الصوت الله يخليكم، سامع حاجه خالص. جويل طمني عليك، اخبارك ايه؟ اخبار الدنيا في كوت ديفوار عندك؟ وقول لي ما هي الاصداء حتى هذه اللحظه؟ هل الفرحه والسعاده ما زالت موجوده بالفوز ببطوله الامم الافريقيه بعد ان كان منتخب كوت ديفوار قريب من توديع البطوله؟ نعم، الكوت ديفوار ما زالت سعيدة منذ انتهاء الكان الأخيرة في بداية التي أقمت في بداية هذا الموسم. حقيقة الأمر أن هذا الانتصار جعلنا جميعا سعداء ونشعر بأننا في حالة من النشوة وأننا دخلنا في تراء في مسار يدفعنا إلى انتصار بعد انتصار. طيب الآن لكأس أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب. جميل، عايز اسالك عن المجموعه اول مره استاد ابيجان مع النادي الاهلي، ايضا ايرلاندو بيرتس الجنوب افريقي وشباب بلوزداد الجزائري، كيف ترى هذه المجموعه وكيف ترى فرص كل فريق في هذه المجموعه؟ حقيقة الأمر قبل أن أجاوب على هذا السؤال أود أن أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري، وأود أن أتوجه بالتحية إلى اتحاد كرة القدم المصري، وأود أن أتوجه أيضا بالتحية لكل الأندية المصرية، وأن أوجه التحية لقناتكم على هذه الفرصة للتحدث عن هذه المجموعة، عن استاد أبيجان والأهلي. بالنسبة لي إنها مجموعة صعبة ولكن بها قدر من التوازن. لقد ربح استاد أبيجان هذه البطولة في العام 1966، ولكن اليوم الأمر مختلف. نحن نعود إلى دوري الأبطال وهذا هو الظهور الأول لنا في دور المجموعات، حيث يوجد به فريق قوي جدا مثل الأهلي وأورلاندو بايرتس والفريق الجزائري الذي لم أتابعه عن قرب حقيقة الأمر، ولكن نحن كاستاد أبيجان وكما قلت نحن الحصان الأسود لهذه المجموعة. نحن فزنا بهذا اللقب، نعم كان زمن غير الزمن، ولكن فزنا بهذا اللقب في العام 1966. أرى أن هذه القرعة التي منحتنا المباراة الأولى ضد الأهلي في القاهرة، بالنسبة لنا هذا أمر يمثل فرصة جيدة وأمر باعث على السعادة أن نلعب ضد الأهلي الذي هو الفريق الأكبر في أفريقيا. بالتأكيد هذا أمر باعث لنا على السعادة هذه المواجهة. أين كان استاد أبيجان طوال هذه الفترة؟ يعني دائما كنا بنشوف أفريكا سبور، بنشوف أسك وبعض الأندية الأخرى، لكن استاد أبيجان كان بعيد تماما. كان فين الفريق وسر توليك المسؤوليه رغم احترافك ولعبك لعدد من الانديه الكبرى خارج كوت ديفوار؟ حقيقه الامر ان الفريق في العام الماضي كان اسيك ابيجان وافريكا سبور كان هما الذين يمثلان الكوت ديفوار في البطولة الأفريقية، وبالنسبة لنا
لم نكن موجودين على الخريطة لعدة أسباب يدل شرحها، ولكن الآن الوضع تغير. منذ 4 أو 5 سنوات تحديدا يبدو أن النادي كان له رئيس جديد وقرر أن يعيد الفريق إلى مساره الصحيح وأن يوجد الموارد المالية التي تساعد على ذلك لكي يعود الفريق إلى سابق عهده ويمثل الكوتيفوار في المسابقات الأفريقية. وحققنا المركز الثاني في البطولة المحلية العام الماضي، وهو ما أهلنا إلى أن نلعب في دوري الأبطال هذا الموسم. بالنسبة لتعييني في منصبي، فإننا أصلا ابن لهذا النادي، ولعبت في فرنسا كما محترف ومثلت المنتخب الوطني الإيفواري، ولكن دائما ما كان سد أبيجان في قلبي، وكنت أتابعه وكنت أتابع تدريبات الفريق منذ عودتي إلى الكوتيفوار منذ عام تقريبا، وأنا أتحدث مع المسؤولين في النادي وأتناقش معهم، ولم يكن تعييني في منصبي مفاجئا، وتم هذا الأمر بشكل رسمي منذ شهرين تقريبا كمدير رياضي لستاد أبيجان. إنها فرصة أحبها كثير، أحب أن أستغلها لكي أنقل كل خبراتي التي اكتسبتها الأعوام الماضية إلى الفريق وإلى الإدارة المسؤولة عن هذا الفريق. الموسم اللي فات الحقيقة أسك كان مفاجأة في البطولة، وكاد أن يقصي الترجي، وصل إلى يعني مراحل متقدمة في البطولة. هل عندكم نفس الطموح، ولا شايف أنه خبرات الفريق قليلة شوية، وقصة أنه ألكسندر لافاييت المدرب اللي عمره 27 سنة فقط لغير المدرب الفرنسي، هل شايف عنده خبرات تكفي أنه الفريق ينافس، ولا شايفين أن الأمور هتكون صعبة بالنسبة لكم، وشايف المجموعة ماشية إزاي؟ طيب الخط قطع، هنحاول نجيبه، لان جويلتي ده يا جماعه كان من اللعيبه التقال جدا جدا في المنتخب الايفواري، من اللعيبه الجيدين الحقيقه الموهوبين بشكل جيد. عندنا اسئله كثيره جدا معاه لحد ما يرجع، بس لان عندنا تليفونات ثانيه وعندنا اتصالات ثانيه مهمه. قلت لكم مش حد واحد بس، ثلاثه فيهم واحد مفاجاه لحد كلكم بتحبوه ان شاء الله. لكن نرجع تاني لما يحدث داخل النادي الاهلي وفي تدريب النادي الاهلي وفي استعداد النادي الاهلي. يبدو انه مارسيل كولر احتمال كبير جدا يلعب مباراه وديه اخرى، لسه ما قررش بشكل نهائي. لكن انا شخصيا لما تيجي تسالني اقول لك اه الماتشات مهمه جدا، ما يهمنيش النتيجه على فكره. يعني انا مش مبسوط قوي ان احنا فزنا على حرس الحدود 3، ولو الله يقدر كنا خسرنا ما تفرقش معايا كتير نتائج المباريات الوديه، لكن بتشغل اللعيبه، بتعمل التكتيك اللي انت عايزه، الامر اللي انت نفسك فيه، بحيث انك ما تعطلش. يعني عندك واحد وبديل واثنين وثلاثه، والراجل الحقيقه داخل بقوه هذه المره، والكابتن رمضان حاطط كل حد في شغله. يعني ده شغله اعلامي، ده شغله طبي، ده شغله فني، ده شغله مش عارف ايه، فكل واحد ماشي بشكل جيد، وكلامه مع اللعيبه اللي هو زي ما بقول لحضراتكم بهدوء، بحسم، بقوه، باحترام شديد جدا، وده شيء جميل. كان البعض علق انه كابتن رمضان قال الساعه 10 او الساعه 11 اللعيبه هتبقى في البيت، حتى لما عمل معاهم دخله قال يوم 22 اكتوبر هيرجع التوقيت الثاني اللي هو التوقيت الشتوي. فبالساعة 11 ده هيبقى توقيت جيد جدا يعني، فاعتقد انه ان شاء الله الامور تسير بشكل جيد. رجع لنا النجم جويلتيه، نجم المنتخب الايفواري والمدير الرياضي نادي استاد ابيجان. كنت بسالك عن المنافسه، شايفها عامله ازاي، فرص فريق استاد ابيجان عامله ازاي، رايك في فريق النادي الاهلي والفرص، خاصه ان اسك السنه اللي فاتت او البطوله السابقه كان عمل نتائج طيبه. حقيقة الأمر كما قلت منذ التو، فإن فريق الأهلي أحد أكبر الفرق الأفريقية، وهو الفريق المتمرس في دوري الأبطال. إذا كنا نحن قد وصلنا إلى هذا المستوى من دوري المجموعات، فإن أعتقد أنه لدينا فرصة، وإن كانت فرصة قليلة، وهدفنا هو أن نحاول اقتناص التذكرة الثانية للتأهل إلى الدور التالي.
المجموعة في كل الأحوال هي مجموعة صعبة جدا، ولكن في كرة القدم لا منطق. صحيح. وكما قلت جئنا كحصان أسود في هذه المجموعة، سوف نلعب كرتنا التي اعتدنا عليها، وإن شاء الله نتمنى أن يبتسم لنا الحظ. لكن لأنها بطول، لأن المجموعة فيها أربعة فرق وهناك مكانين للتأهل، أتمنى أن يكون المكان الثاني لنا، ولكن كما قلت المجموعة عالية المستوى، ومنذ العام 1966 هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها استاذ أبيجان إلى هذا المستوى. الأهلي وأورلاندو بايرتس أيضا فرق متمرسة ولديه خبرة المواعيد الكبرى في دوري أبطال إفريقيا. هل يعني استعديتوا بضم لاعبين جدد؟ وده دورك كمدير رياضي، هل في لعيبه جدد انضموا للفريق؟ انا عارف انه كوت ديفوار بتعتمد اكثر على اللعيبه المحليين او من هم بجوار كوت ديفوار، هل تمت صفقات جديده للفريق؟ نعم، حقيقه الامر اننا قمنا باستخدام لاعبين، اكثر من لاعب، ليس للبطوله الافريقيه فقط ولكن ايضا لبطوله الدوري في الكوت ديفوار، لأنه هدفنا حقيقة الأمر التأهل إلى الدور التالي، ونشارك في ثلاث أو أربعة بطولات، البطولة الأفريقية وبطولة الدوري وبطولة الكأس المحلية وبطولة الاتحاد، إذن هي أربعة بطولات نشارك فيها هذا الموسم، وقمنا باستقدام تقريبا ثلاثة أو أربعة لاعبين من أصحاب الخبرات، بينهم روجي سالي الذي سبق له اللعب في تونس، وأظن أنه سبق له اللعب في مصر أيضا. نعم. وهناك لاعبين آخرين من أصحاب الخبرة، هناك لاعبون شاركوا الموسم الماضي في دوري أبطال أفريقيا مع فرق أخرى، إضافة إلى لاعبين شباب. نحن في العموم لدينا سعادة كبيرة وشعور بالتحدي بالمشاركة في هذه البطولة، وهذا الشعور موجود لدى كل اللاعبين سواء أصحاب الخبرات أو الشباب، وهذه التوظيفات ليست للبطولة الأفريقية فقط ولكن لعموم البطولات التي سوف يشارك استاد أبيجان فيها العام المقبل. مدربكم ألكسندر لافايت عمره 27 سنة فقط لا غير، الطموحات اللي موجودة عنده وعندكم وكيف تم اختياره؟ حقيقة الأمر حينما تم اختيار هذا المدرب لم أكن أنا المدير الرياضي للنادي، ولكن أنا حضرت إلى الكوت ديفوار في العام الماضي وشاهدت بعض المباريات وتناقشت مع الكوتش. بالنسبة لي هو مدرب له عقلية مميزة ولديه طموح يريد أن يحققه مع فريق استاد أبيجان، وهو مدرب يستطيع جيدا أن ينقل رسالته إلى اللاعبين، وها هي النتيجة تتحقق بفضل طريقة لعبه المتماسكة الصلبة. نحن نتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هذا بفضل جهود هذا المدرب وعمله الدؤوب مع لاعبين. بالتأكيد هو مدرب جيد والنتائج تقول ذلك. هل تعرف لاعبين من النادي الأهلي يا جويل؟ قلت يستطيع أن يمرر برسالته جيدا إلى لاعبين وأن يشحنهم بالطاقة اللازمة لتحدي المباريات الصعبة، ويستطيع أن يفرض نظامه على الجميع. حقيقة الأمر لا أعرف الكثير من لاعبي الأهلي حاليا، ولكن بالنسبة لي وكما تعلم أيا كان اللاعبون الذين يلعبون مع الفريق الأهلي حاليا أو شاركوا من قبل، فبالتأكيد من الأمور البديهية في الأهلي أنه فريق كبير ولاعبيه
بالتأكيد لاعبون مميزون، وإلا لما كانوا لعبوا في فريق الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا جولتي المدير الرياضي لنادي استاد أبيجان اللي هيلعب مع النادي الأهلي في البطولة الإفريقية.